بعض ممكن يسأل يعني ايه هويه ثقافيه، يعني ايه هويه اجتماعيه، يعني ايه هويه تاريخيه، وايه اهميه الحفاظ عليها؟ طيب الهويه المصريه هي فعل موحد اكتسبه مجموعه من الاشخاص في منطقه ما، وجرت عليها فكره التعاقب التاريخي، فاصبحت هناك سمات لهذه طابع الهويه، او زي ما حضرتك بتقول الطابع. وده اللي حصل في حضارة وادي النيل، ولذلك أي تجمع نهري أو تجمع زراعي هو بيخلق هوية خاصة به. والشخصية المصرية استطاعت أن تفرض نفسها حتى على القادمين إليها، يعني حضارة مصر كل من دخل إليها أصبح مصريا، مع الوقت أصبح مصريا، لأن الهوية المصرية صعب انك تقاومها. هي تفرض ذاتها وتفرض قوتها على اي قادم بالمناسبه، تم تمصير كل ما هو قادم. وغير كده يعني، بس يعني دايما بقول لهم يا جماعه، يعني مثلا مصر كانت محتله من الانجليزي لمده 70 سنه، الشعب المصري ما اتكلمش انجليزي، وده دليل ايه؟ ده دليل قوه الهويه، قوه اللغه. بل بالعكس، الانجليز نفسهم خرجوا من مصر بيتكلموا عربي، يعني جزء كبير من قادة المحتل كانوا بيتكلموا اللغة العربية. ليه؟ لأنه مش قادر يفرض لغته ولا ثقافته على الواقع المصري، لأنه واقع متجذر مرتبط بثوابت أساسية تتعلق باللغة والدين عبر التاريخ. طيب، الإسلام السياسي كان عنده هدف إن هو يسيطر على المنطقة بصفة عامة. لما المشروع فشل ذريع الحمد لله من نعمة ربنا علينا في مصر، لأنه مشروع واهي في الأصل، يعني أفندم مشروع واهي في الأصل، يعني هو وقع في المنطقة كلها برغم محاولاتهم المستميتة. إحنا بنبتدي الحركة وبعدها تنتشر في كل المنطقة. إحنا اللي بنقدر نقول إيه اللي هيستمر وإيه اللي مش هيستمر، كله بيبتدي من مصر. ده بالنسبة للفعل الثوري في مصر، فكرة يعني. فكرة الإسلام السياسي والسيطرة عليه وعدم سيطرته على أولا فكرة الإسلام السياسي دي هي أكبر أكذوبة في تاريخ مصر الحديث، لأن جماعة الإخوان في حد ذاتها هي أكذوبة، وأكذوبة كبيرة. هي ليست جماعة دينية كما هو معروف. لم يكن في المكتب الأول للإرشاد عام 1928 رجل دين واحد. ده بل يعني أنا هضيف لحضرتك حاجة أخطر من كل ده، إن هذه الجماعة معروف إنها تأسست 1928، إنما قعدت لمدة سنة من 28 ل 29 خلية سرية. طبعا إذا كانت هناك فكرة لإعلاء الإسلام، ما وجه السرية في الموضوع؟ يعني لو احنا بنقول إن احنا فعلا جايين، لو احنا عايزين نعمل الانتشار المناسب، ليه أبدأ من القهوة؟ ليه ما أبدأش من الجامع؟ هو كان الهدف أن يحول كل من هو على المقهى إلى الجامع، وبالتالي الجامع يتحول إلى منصة لإطلاق قنابل التحريض وإلى آخره، والانقسام في المجتمع. كلمة الإخوان في حد ذاتها، الإخوان المسلمين، هي شق للصف الإسلامي، لأن لما تقول إن دول إخوان، طب أمال بقية المسلمين أمال إحنا فين؟ أمال إحنا إيه؟ ده طبعا مفهوم خاطئ، أحدث انقساما كبيرا في المجتمع. وعلى أساسه اتضح من عام 1938 أن هذه الجماعة هدفها هو الدخول إلى عالم السياسي، وبالتالي هي جماعة سياسية وليست جماعة دينية زي ما الناس متخيلة، وأن اللافتة بتاعت الإخوان المسلمين دي مجرد يافطة. هذا الكلام كلام غير واقعي. هم لديهم هي تصنيف استعماري، هي صناعة استعمارية هدفها أن تتفاوض مع كل شيء. ولك أن تتخيل حضرتك أنه في القرن العشرين في تنظيمين بس هم اللي نجحهم، تنظيم الحركة الصهيونية العالمية وتنظيم الإخوان العالمي. ده معناها إيه؟ أن هناك رؤية استعمارية ودفع استعماري خارجي لهذه الجماعة، وهذه الجماعة هي أشبه بإسرائيل حينما تصنع في المجتمعات. ولو شفنا كل الدول التي دخلها الإسلام السياسي زي ما حضرتك بتتفضلت دلوقتي، كل هذه الدول فشل فيها الإسلام السياسي، لأنها حاولت أن تصل إلى الحكم
وأن تسيطر على الشعوب الموجودة. وكل ده كان ليه تأثير كبير جدا، مش هنقول على خروج الشعب المصري، على انتفاضة الشعب المصري ضد الجماعة الإرهابية. تفسير حضرتك إيه لوحدة الصف اللي كان فيها الشعب المصري بمختلف انتماءاتهم، سكان الريف، سكان الحضر، سكان المدن، المحافظات الحدودية، كل الشعب المصري كان على قلب رجل واحد. وحدة الشعب المصري ده جزء من هوية الشعب المصري، لأن فكرة التماسك لدى المصريين هي فكرة أصيلة ومتجذرة. لو بصينا حضرتك موقف الشعب المصري مثلا من قضية غزة، وهو موقف واحد، نتفق أم نختلف أم إلى آخره، ولكن المصريين عند موقف ما وحد ما تجد نفسك أمام رجل واحد. صحيح. ده معناه ببساطة أن هذا الشعب من الصعب اختراقه ومن الصعب إسقاطه، وهذه الدولة دولة قوية، دولة قوية بعمقها بدولتها العميقة،